وكالعادة متواجدين في كل مكان زميلنا محمد توفيق بعد فوز النادي الأهلي بدوري الرجال والسيدات في تنس الطاولة عمل لقاءات. خلينا نطلع نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل مع حضراتكم هذه الحلقة مرة أخرى. مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من ايام النادي الاهلي وانتصارات النادي الاهلي اللي لا تنتهي ابدا. النهارده انتصار جديد لفريق تنس الطاوله رجال وسيدات ابطال مصر. يمكن يعني من ساعتين بالظبط كان تتويج فريق السيدات بدوري الجمهوريه، ومن بعده كمان فريق الرجال النهارده بيتوج بدوري الجمهوريه بعد الفوز على الزمالك 3-1. يمكن النادي الاهلي كان فاز بدوري المجمعه الثانيه النهارده، وكمان كان فاز كمان بالدوره المجمعه الاولى، وفاز بمجموع الدورتين سواء في السيدات او الرجال. ومعانا حالا دلوقتي الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز تنس الطاوله بالنادي الاهلي. الف مبروك كابتن اشرف. يعني انتوا نفسكم مش عارفين عدد البطولات اللي اخذتوها كام من كتر ما كل السنه النادي الاهلي هو الحمد لله 13، دي 13 على التوالي. يعني الف مبروك الفوز سيدات ورجال. يمكن ضغوط بطوله افريقيا لسه اكتر من لاعب يعني راجع من افريقيا واخدين بطوله افريقيا، ومع ذلك النهارده الفريق بيقدم مباراه كبيره. يمكن الدوره المجمعه الاولى كانت اسهل بكتير، خدنا البطوله كلها، لكن النهارده كان في منافسه كبيره جدا مع الزمالك. لا، هي الدوره المجمعه الاولى كانت زي الثانيه، بس الفرق ان احنا شمال لعب اول ماتش مع اللعيب الاجنبي وقدر يكسب الحمد لله، وكسبنا 3-0. في الدوره المجمعه الثانيه ما توفقش في اول ماتش البيلي مع الياباني او البرازيلي، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب 3 ماتشات اللي بعد كده. يعني بتقول ايه النهارده لعيبتك سواء رجال او سيدات هم ابطال مصر النهارده؟ طول عمر لعيبه التنس الطاوله ولعيبه النادي الاهلي رجاله، يقفوا في المواقف الصعبه وبنلاقيهم دايما فيها. النهارده يعني يمكن بطوله السيدات كانت اخر مباراه امام جزيره الوقت كتحصيل حاصل، ومع ذلك صممتوا انكم تلعبوا القوام الاساسي، والنهارده قدرتوا تحسموا المباراه وتحسموا البطوله كمان. كان احنا كسبنا البطوله من النهارده الصبح في ماتش السيدات، بس اصرينا ان احنا نلعب بكامل قوتنا في ماتش جزيره الورد، وربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسبهم، وكان ممكن نكسب احسن من كده كمان، بس الحمد لله على كل حاجه. اخيرا رساله توجهها للاعبيك النهارده وجماهير النادي الاهلي. شكرا للاعبتي كلهم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. شكرا كابتن، ودايما موافقين باذن الله. كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا على احد من نجوم المباراه النهارده ونجوم الدورتين المجمعتين الاولى والثانيه محمد البيلي لاعب النادي الاهلي. محمد الف مبروك الفوز. يمكن تعبت جدا في المباراه الاولى يمكن مع المحترف البرازيلي 3-2 خسرتها، ما كانش فيه توفيق في اخر شوط، ولكن قدرت في المباراه الاخيره مع احمد صالح واحد من نجوم الزمالك انك تكسب المباراه 3-1 وده اكثر من رائع. الله يبارك فيك. الحمد لله، طبعا اهم حاجه زي ما انت قلت المكسب بالمباراه. حاولت ان انا مع البرازيلي ان انا اكسب المباراه سهله علينا شويه، بس الحمد لله ما حصلش نصيب، الحمد لله قدرنا نحسمها. الحمد لله الحمد لله، الف حمد الف وشكر لك يا رب. بشكر كل اللعيبه والجهاز النادي الاهلي كله ومجلس الاداره، ورب تكون فرحنا جماهير. وبشكر اخواتي طبعا والدي ووالدتي يعني عشان الدعوات، فالحمد لله. يعني كابتن محمد، يمكن مباراه صعبه لكن الحمد لله قدرتوا تحسموا سواء الدوره المجمعه الاولى او ثانيه كمان، واعتقد تفوق كاس رجال النادي الاهلي. الحمد لله، زي ما انت قلت احنا كنا حاملين اللقب الحمد لله من 2009، احنا حاملين اللقب. كنا المباراه كانت صعبه قوي النهارده، والدوره المجمعه الاولى عشان الزمالك معاه محترف برازيلي وكابتن احمد صالح نجم منتخب مصر، فالحمد لله احنا قدرنا نكسب ونفرح كل جماهير النادي الاهلي الحمد لله. شكرا يا بيل، ودايما موفقين ودايما ابطال باذن الله. بينضم لي كمان كابتن اسلام واحد من نجوم الفريق النهارده اللي كان لهم دور كبير جدا في حسم البطوله سواء في الدوره المجمعه الاولى او الثانيه، محمد شومان. يعني الف مبروك الفوز النهارده. يمكن مباراه كبيره في مباراه الزمالك الاولى في الدوره المجمعه الاولى قدرت تحسم المباراه امام المحترف البرازيل وتسهل الامور، والنهارده كمان يمكن بدايه الفوز كانت بالمباراه بتاعتك. الحمد لله، يعني ده كان توفيق من ربنا الحمد لله، اذا كان في الدوره الاولى او الثانيه. وطبعا كان الماتش النهارده ده مهم جدا، اللي احنا كنا متاخرين 1-0 فكان لازم نكسر اللي ب1-1، دي كانت مهمه جدا بالنسبه لنا، فالحمد لله ربنا كرم الحمد لله. محطات البطوله بقى، يمكن احنا الحمد لله حامل اللقب للمره 13 على التوالي، ولكن برضه بقى فيه صعوبات، ولكن انتوا كعادتكم دايما عند حسن ظن جمهورنا الاهلي بيكم دايما. طبعا البطوله دي كانت من اصعب الدوريات اللي انا لعبتها، لان انا اصلا يعني لسه بادئ العب في الدوري بقالي مثلا اربع سنين ولا حاجه، فده كان اصعب دوري في حياتي، لان كنا احنا تحت ضغوطات جامده جدا، لان نادي الزمالك فيه كابتن احمد صالح رقم 40 على العالم، وجايبين الولد كوستافو توسوبايد برضه رقم 25 على العالم، فالموضوع كان صعب بالنسبه لنا شويه، بس الحمد لله ربنا كرم وروح النادي الاهلي هي اللي بتكسب دايما. كلمه لجماهير النادي الاهلي واللي جاي ان شاء الله ازاي؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي، وشكرا جدا لجماهير الاهلي على دعمهم لينا وعلى كل حاجه بيقدموها لينا. شكرا شمانو، دايما بالتوفيق باذن الله. كابتن اسلام، طبعا الفرحه جميله، النادي الاهلي
في الرجال ده العام ال 13 على التوالي حاملين اللقب في بطوله الدوري، وكمان سيدات الاهلي نفس الوضع، يمكن فوز اكثر من رائع، العلامه الكامله سواء في الدوري المجمعه الاولى او الثانيه. اعتقد هو ده النادي الاهلي، وده اللي يليق بتاريخ النادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي في بطولات وانتصارات ويبقى دائما رقم واحد. كمان كابتن اسلام اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. زي ما حضراتكم شايفين تقول لي هتفرح بتنس الطاوله، ايوه هفرح بتنس الطاوله. النادي الاهلي جمهوره بيفرح لانه بيحب ناديه، مش عشان انا بكسب بطوله ولا حاجه، لا، لكن عشان بحب ناديه فعايز افرح، بفرح بتنس الطاوله. طب خلي